كل شيء بدأ للتو في روسيا بلغة المنتشي تعلق أوكرانيا على تمرد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية، وتعتبر الأمر إشارة على انهيار النظام الحاكم في موسكو، وتتطلع كييف ربما وسط فوضى المعسكر الروسي لمكاسب تأتيها على طبق من ذهب. فهل يقلب عصيان طباخ بوتين موازين الحرب؟ معضلة موسكو ليست في عبور مقاتلي فاغنر الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وإخلاء مواقعهم هناك، فذاك وفق تحليلات عسكرية لن يكون بأثر حاسم على مسار الحرب، وإنما وصول الخلاف مع فاغنر إلى نقطة لا عودة وذهاب بريغوجين حتى النهاية كما توعد قد يعني جبهة قتال داخلية ستشتت الجهود الروسية في جارتها الغربية، وهو ما قد يقلب موازين القوة بنحو دراماتيكي في وقت تتمسك فيه القوات الروسية بمواقعها في الخطوط الأمامية. لم تخفي موسكو مخاوفها من استغلال كييف لفوضى المرحلة، فقد حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن القوات الأوكرانية تحاول تركيز نشاط وحداتها الهجومية على أطراف باخموت مستغلة ما وصفتها باستفزازات بريغوجين. ودعت الوزارة مقاتلي فاغنر إلى عدم الانخراط فيما وصفتها بالمغامرة الإجرامية، وأكدت في المقابل أن العسكريين الروس من مجموعة القوات الجنوبية يلحقون الهزيمة بالعدو بضربات جوية ومدفعية. وبنبرة حاسمة توعدت موسكو بإخماد التمرد والرد بنحو حاسم على كل خائن. روسيا أمام اختبار عصيب، ومشهد النزال في أوكرانيا مفتوح وسط ذلك على كل الاحتمالات.